استاذ خميس من البحيره اتفضل. يا استاذ خميس السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ خميس اهلا بيك. حضرتك كنت عايز اسال عن العجول المستورده يا فندم. مالها؟ حضرتك بقالكوا سنه بتوعدونا تقولوا في عجول مستورده وكده. أيوة. احنا جهزنا المكان وجينا نقدمه، رحت قدمت في البنك الزراعي، قالوا لنا ما فيش، ما عندناش تعليمات بالكلام ده. ماشي. رحت امتى؟ وقدمت في الزراعه. ايوه. من اسبوع حضرتك، ورحت سالت في الزراعه برضه. قالوا ما عندناش تعليمات. ونفس الكلام في الطب البيطري، قالوا ما عندناش تعليمات. طيب. ما جالناش تعليمات بالكلام ده. حاضر. أنا برضو بكرة هتابع مع الدكتور طارق سليمان وهنشدد على أن يتم تعميم الموضوع، يعني يبقى فيه نشر، لو في موظف ما وصلتلوش يشتغل معانا بقى. إنما بالنسبة لحضرتك عايز تقدم على شراء حيوانات مستوردة من الدولة أعلنت عنها أو وزارة الزراعة، هتقدم طلب يا إما في إدارة الإنتاج الحيواني، وأنا هخليه هو اللي يكلمك بكرة إن شاء الله يقول لك تروح تقابل مين، علشان الطلب ده بيتحول لمكتب الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، بدل ما انت تسافر ويبقى فيها مشقة، وهيتابعوا معاك الإجراءات. بشكرك.